إذن وينضم إلينا إبراهيم على المباشر كي يوفينا بأبرز العناوين التي أوردتها بداية الصحافة الوطنية. صباح الخير. صباح الخير لطفي. صباح الخير سوسن. أهلا إبراهيم. صباح النور. مباركة. شكرا لك إبراهيم. أسعد الله صباحكم مشاهدي الأفاضل. الموعد الجديد لمعرض الصحافة لنهار اليوم الذي سوف نبدأه بأهم العناوين الرئيسية لمختلف الصحف الوطنية، ونبدأ بجريدة الشروق اليومي التي عنونت صفحتها الرئيسية بألغام في بيوت الجزائريين، عودة الجدال واستجال بعد 10 سنوات من تعديل قانون الأسرة. في خبر ثاني، نقابات التربية تلوي دراع بن غبريطة، ومجهولون يقتحمون مسجد سكيدة، والجيش لم يتدخل، نحن من استنجدنا به. ورورا ويصرح ويقول أبواب المنتخب ستبقى مفتوحة أمام فقير. إلى جريدة الفجر، نطالع 22% من العاملات يتعرضن للاستغلال في الوسط المهني، وبن غبري تستجيب لمطالب النقابات في اللقاء الأخير، وقرابة 4 ملايين جزائري تحت خط الصفر. في يومية البلاد نقرأ في صفحتها الرئيسية أسرار صفقات مدام شكيب ومدام مزيان، العزوبية ولا سركاجي بعد رفض غالبية الشباب قانون ضرب الزوجة، والجزائر تدين اعتداء باماكو تعتبره تشويشا على نجاح الوسط. أخيرا من جريدة الحياة، نقرأ بن غبريطة تخضع لمطالب النقابات وتوافق على الأثر الرجعي في الزيادات، والفنان رابح درياس يشرف على الطبعة السادسة الألحان وشباب، وإما جزائريون على الزوجة أن تصمت إن ضربها زوجها. إلى التفاصيل، ونقرأ من الشروق حول الملف الاجتماعي لنهار اليوم، ألا وهو عيد المرأة، بعنوان ألغام في بيوت الجزائريين، وانفشلت الأحزاب الإسلامية على مدى 10 سنوات من إجهاض عديد القوانين التي سرعت لحماية المرأة والتي وصفتها بالمنافية للشريعة والمخالفة للأعراف، بداية من تقييد التعدد وتشجيع الخلع وصولا إلى صندوق المطلقات وتجريم العنف اللفظي ضد الزوجة. وعاد الجدل مجددا من قبة البرلمان بعد المصادقة بالإجماع على قانون تجريم كل من العنف ضد الزوجة وتحرشات ضد المرأة، حيث وصفت الأحزاب الإسلامية هذه القوانين بالمخالفة للإسلام والمشجعة على التفكك الأسري. وحول نفس الموضوع، من يومية البلاد نطالع تحت عنوان المرأة الجزائرية تحتفل بيومها العالمي وقوانين جديدة تثير غضب الرجل، وان تسخر الجزائر طبعا بالنساء المثقفات من جميع المستويات الثقافية واللواتي تمكن كل منهن من خوض معركتهما مع المجتمع تحديدا بهدف إبراز إمكانيتهما الأدبية والفكرية، متخطية بذلك أكثر من حاجز بنية التقاليد والأعراف، ومع ذلك لم تفلح معظمهن في تصوير حالة المرأة ووضعها النفسي والفكري عندما تجد نفسها منبوذة اجتماعيا. ومن الشروق، حماس تدعو إلى استفتاء شعبي حول القوانين المنظمة للأسرة، وطالب رئيس حركة حماس مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بإجراء استفتاء شعبي كلما كانت مبادرة لوضع قوانين منظمة للأسرة الجزائرية، وجدد رفضه للقانون الجديد الموجه لتعزيز حماية المرأة وحمايتها من التحرش، معللا بأن ذلك من شأن تفتيت الأسرة الجزائرية وتفكيكها. ومن الشروق أيضا، الجزائر تفتك اعتراف الأمم المتحدة في قدرتها على حل أزمة ليبيا، وانعزز نجاح الوساطة الجزائرية في دفع فرق الأزمة المالية للتوقيع على ملف السلم والمصالحة الوطنية الأسبوع المنصرم، في بروز اسم الجزائر كفاعل إقليمي قادر على استنساخ تجربته في الأزمة الليبية وتوظيفها في إيقاف الحرب بين الفرقاء في ليبيا. ومع الشروق دوما، نطالع إضراب يهدد بشلل مطار الجزائر، وقرر عمال وإطارات مؤسسة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر تنظيم وقف احتجاجية والتوقف عن العمل اليوم للتنديد بما وصفوه بالتجاوزات التي يقوم بها المدير العام ونقابة المؤسسة، والمطالبة بتنحيته والتحقيق في مرحلة تسييره لها. ومع الإضراب دائما، نقابات التكتل تجمد إضراب 3 أيام، وقررت نقابات التكتل للتربية تعليق إضرابها الذي كان من المزعم تنظيمه بدءا من الغد ولمدة 3 أيام متجددة أسبوعيا، بعدما ردت وزارة التربية الوطنية على مطالبهم بالمرفوعة بالإجاب واستجابت إلى 11 مطلبا من أصل 12 مطلبا.
إلى الخبر، نطالع قائمة لمستعملي تويتر تثبت تخلف المسؤولين الجزائريين، وانضمت قائمة لأكبر قادة العالم نشاطا على شبكة تويتر عددا كبيرا من رؤساء والملوك العرب والأفارقة بما في ذلك الدول التي تنعدم فيها الحريات والديمقراطية، وغاب عنها اسم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وأي مسؤول جزائري، مما يؤكد ما هو معروف عن رجال السلطة في الجزائر وهو انعدام ثقافة الاتصال لديهم، تقول الخبر. ويتصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أهم قادة العالم النشطين رقميا، إذ يتابع أخبار عبر تويتر أكثر من 56 مليون مشترك لطفي. بالفعل إبراهيم، هو طبعا استعمال تويتر هو ناقص جدا ونادر ربما عند الجزائريين، ليس كما نجده في المشرق العربي أو في الدول الأوروبية، خاصة من القادة والمسؤولين العرب، لأنه التويتر يعني حياتهم اليومية. نعم، تويتر هناك عنده خاصية أنه يكون جملة مختصرة، يعني تمر الرسائل من خلال صحيح. الاختصار وهو شيء يعني عندك 140 حرف سوسن، نعم، يمكن تختزلي فيها يعني نعم. كل آرائك السياسية أو ما إلى ما نجد أنه مؤخرا القادة العرب والمسؤولين السياسيين عندنا في الجزائر ربما أصبحت لديهم ربما ثقافة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا الفيسبوك، ولكن تجد أنه خطاب طويل وعريض، يعني يجب بالاختصار. صحيح، هو أول يعني من تمرير الرسائل، أول من شخص بدأ يتحكم في هذا التكنولوجيا ربما من فنانين، هم الفنانين والمشاهير العرب والعالميين. صحيح لطفي، للتواصل مع محبيهم أكيد. إلى خبر آخر من جريدة الفجر ونقرأه، 675 حراك جزائري تمكنوا من عبور البحر المتوسط، وانكشفت المنظمة الأوروبية للأمن والحدود الخارجية بالأمس أن 675 جزائري عبروا البحر الأبيض المتوسط من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى، فيما اتخذت عدد من هؤلاء الحراك اليونان منفذا للتسلل لأوروبا. وأظهرت أرقام المنظمة الأوروبية أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الموفدين على أوروبا خلال العام المنصرم ارتفع ب 270%، لينتقل بذلك من 100,000 مهاجر خلال 2013 إلى 270,000 مهاجر خلال العام الماضي، محققا بذلك نسبة ارتفاع بلغت 180%. أخيرا من جريدة الحياة، نطالع الفنان رابح درياس يشرف على الطبعة السادسة لألحان وشباب، انطلقت سهرة أمس الجمعة البرايم الأول من الطبعة السادسة لبرنامج الحان وشباب بمشاركة 21 طالب وبلجنة تحكيم مختلفة تماما عن الطبعات السابقة، حيث يتكون أعضاؤها من الفنان القدير رابح درياسة ونادية بن يوسف ومحمد روان. إلى الكاريكاتير لطفي وسوسن اللي نبدأوه من جريدة الشروق، وطبعا خصيصا لعيد الكاريكاتير اليوم يسير الحدث، يسير الحدث لطفي صحيح، ربما مشاهدوا هنا شخص يعلق ربما يضحك عن عيد المرأة، مشاهدوا امرأة يعني متزينة بعيد. إلى الكاريكاتير الثاني طبعا حول عيد المرأة الثانية في الوطن العربي، ربما نشاهده هنا امرأة يعني غير محجبة يعني نعم. شخص شاهدوه يعني ربما متدين، تفكيره طبعا هو قماش يحاول يصنع حجاب من أنصار داعش، يعني لا يجب تخصيص فقط صحيح. يوم واحد لتكريم المرأة، يجب أن يكون هناك طبعا صحيح. أيام المرأة لا تكرم فقط بيوم واحد، يجب أن تكون كل أيام السنة. صحيح سوسن، ربما تفكير هذا الشخص هو ربما في تفكيره في 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 اللباس فقط. على كل حال ننتقل للكاريكاتير الثالث من جريدة البلاد حول أخبار الوطن العربي، يعني شاهد ربما أنه شخص يطلع جريدة يومية، ربما يشاهد طبعا نيران تشتعل من الجريدة عن أخبار القتل والدمار في الوطن العربي. أسفو يعني على كل ما يجري في العالم العربي. صحيح، أتمنى أن هذه الأعياد كلها نعيشوها فرحة وسلام إن شاء الله. لازلنا مصامرين معك، مازال كاركاتير أخير فقط. مازال كاركاتير الأخير من الحياة حول البرلمان الجزائري، ربما نشاهد شخص يعني نائم في البرلمان رفع يده ويده أخرى في الظل مرفوعة يعني تحت حرف آخر، كأنه دمية طبعا. نختتم يا لطفي بصوت المعرض الصحافة الوطنية ابقى معنا.